مناسبة حبالهان عصب لغو أغاسمي أو لغو قبطي هوتيل كاهي مغالدة هرقيسة أيا كدن بيسي كدن مركي أي بوحسمين حبالهان ناسا حبلو دا سيدا مناسبة داسي لغشيغي وحنا حفلة دن لسكولاقا تاي قوبتا أي رسميهان نغونيسو غبورها عصب قدوميكو حيغينكا قدقا حبالهان عصب شيخ عبد الرحمن أو عبدي إيو شيخ آدن حاج محمود شيخ آدن سيرو أيا مهيمد دا أرنتنا كهالي كانت تلبيحيي إمام ملكا قرشها قبورهن عصوب سيدا أي نقون طونان شرار بضان بارنتي يدعي يدون حول هينين سيدانو حقانو حكبلونا حقانو ما تقوكعنا سيدانو لنهنا وحكرنا شيء إن دوتك محسنين تاه لالحل يدعو ما تارك الله باندقو وقورينا وحارنتي عنو هاركان كتل مامينا فريه هوشان ما تي يعني خير كله حاجي إيمان إلهي خير السيو الله بركيه حولها تبحيين إلهي سبحانه وتعالى كأقبله حاجي قاسو كبلا وي بيرو لها وإلى كويتون بلوغ ملاها نقون إيسي أنفلي ملاها قياستين إيهيد كتب الرعي قد دونا إيكا قد دون تيسدان نوطاياكو قري آدي آد بانه تيباتي وقود دعين نمر والبا حسنات كيسر إلهي بكل تبارك وتعالى ومضنا كل واو دعين دونتا حاجي قاسي فرو النور نقضي فراها سيمركي أنا هلاي وحا جود ذو كفكرتي إلا بلاريو أو وحوها يعني بري هراك حجي لبايعه هنتي جود ذو يضان ماتي وحبا ملكو جين وحا عايز كود ذا إلي بري هراك حجي قدر ماتي عايز مدر بار والبا أي مركاسي يعني كود قاعدو وحرنتي يسون قيب وإنك قاتي سلطان يوسف وهاكم فديا خير الله سيو oo isagu runti dhulwe halka uu ku lahaa dhinaca ku haye beerta iimaan waxaan hayo nagu soo dhaweeyay beerihii kale ee hareeraha ka xigeena nala ma tiicani nala qorsheeyay oo ma tiina la riixay aad iyo aad ugu mahadnaqayna halka ma to goobjoog weyn nagala yahay ugu horeen ilaahay ba mahadle mahad oo dhan ilaahay ba iska leh naxmada iyo nabadda iyo khayrka aynu ku fadhinayna siiyay wala arin u baahan inaynu aad u ilaalino labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa culimada khayrka badan leh iyo gudidii ku dadaashay inay inaga qabato fardu kifaaya in muslimka la aaso oo la kanfo oo la meydho oo lagu tukado waa waajib saaran muslimiinta hadii la fulin waayo dhib badan baa ka imanaysa marka dadkii waajibka ay naga qaaday jazaakumullahu khayran baynu leenahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii kamid ah culimada dhiftay aynu leenahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa suldaanka salaadiinta reer geesa qiimaha leh kamid ah suldaan yuusuf شيخ محمد آذن يا شيخ عبد الرحمن أبو أحمد يا جناة ديات بيوماتين يا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا علماء كلا خير كبدان له يا مش جوك تدمنت والله يا هذا الكبدين ما يو هرتا أمدي وحيكوه رمرتا إسكاش لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم إلهي قرآن كوحو كوشيك النبي قال لوغو قلت شاكتين حدان إلهي كو أرورين ماد أرورين كرتين مؤمنين بيننا هاي مسلمين بيننا هاي ما شير إلهي نقو أبوري أن لي نو بدلين سوالان رنتي ليلة هضا أنقو حنو أمن سنين دتكويني وذا أهل السنة والجماعة إيهين مركاين إنو إسكاشنو ووحي واجباء إنو إسكو كاشنو وحوالهن إيكمديهين وضرورة شرعية وضرورة بشرية وباهي شرعية وانا باهي إنو إنقو باهنا إن kulli waxaanahay dadka oo ololeeya madam dhulki aynu ku kala tagnay subhanallah
وينين رنتي سوشيك نو تتكي نيلا هي ميشن كو ابوري اما علومدي انها نقطو اما تشارتي انها نقطو اما عيانتي انها نقطو تلكن دولدي اينو لطاقا لاني اي كتلين شرتي هرقيسة وحي كغتك تيشاني يتوان كيلو متر او مدو لاضحي او ميلاها او حساسي سنة او وحول بلغة سمين كرو ما انتو اينغا حاليو والبي يتوان كيلو متر ما انت هرقيسة وشرته هذا هل كيلو متر للي حاليو او كاغون كا اي ان ايه اللهين اي ان بابور لهين اي بختي ايه سيدي لغو غارسي اي ادك تاي اي هادنا ما انت اي نوغو مهدنق الناتد كي انتا كان كنت واي اندره لكن ان اسلاي اي هاي الهي داد بو بحين دولا ومد او غرقار قاديات بابارك الله فيكم ماتنتين حبالها تي انك انت اي ديرتين شيخ عبد الرحمن احمد الحمد لله وانا غير حريف سنتين لو كدي باو سميستين يا الحمد لله انا قلت لكم هذا بس كيف مشغول سي هي وانا روح بينا صور بس كاي نو قبن بارك الحمد لله كوي هرن الى هي وانا غولي كوي دمن الى هي وانا غولي كوي هر حبا beerta ku xigta oo dhaxlahayd 500 oo kun oo dollar baa loogu diiday marka barka law fiikum aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa culimadaasi xil qaantay kulimo waj baa naga dhacay waayo waxaan doonaynaa afarta kooni ee magaalada in xabaala laga sameeyo marka kulaadiid qaybtan ay inaga kharajiseen labadii qaybooda kala ayno haray marka waxa weeyii alxamdulillaah wa khayr badalo soo kordhay labada kalena way isku tagi doonaa insha Allah ta'ala inkastoo qaar sameysan yihiin hadaba xabaalaha kuwii hore waxaan ugu tala galay 13,804 qof baa ugu tala galay waxaan ugu tala galay 2 mitir oo meel ah oo noqonaya dhinaca eelka qofka ugu dheer iyo mitri isteetan baan ugu tala galnay in xabaasho ahaato waxa kale oo ugu tala galnay 20 cm oo 4 koona ah si xabaasho loogu wareegi karo qorshaha noocaasi waa qorshaha ugu haboon ee imka sida Sheekh Cabdiraxmaan oo Axmed uu sheegay hal kilometer iyo 500 km markay nu wadooyinka ka saarno iyo meesha parkingka iyo inta aynu labada maqsin iyo xamaamada iyo meesha lagu weesaysanayo aynu ka saareyno waxaan isleeyahay waxay nagu filan doontaa inteenan joogta macaakeena ugu yari cimriga uu qiyaasi rasuulku kaleey salaatu wasalaam macneedu waxa weeye 22 sanadood way nagu filanayaan xabaalaas qiyaasaha taladaydu runtii waxay tahay ko waa in laba qof loo sameeyo oo joogta 12 saacadood ba qof baa joogay hadhow iyaga qorsheysanaya waxa la dhigayaa agabkii wax lagu qodayay iyo alabkii ciidda lagu soo saaray waajignayaashi iyo masharafadii waxa la dhigayaa hal generator oo isagu ray ihtiyaadiya waxa kale oo aynu ku rakibayna labada maqsin dhakadooda systemkii solar systemka ahaa oo imika waxa la keenay ee khashafadihii oo solar ah oo iyagu dul tagay meesha laakiin gurigana waxa lagu sameeyayna waa system yar oo kooban oo aan $1,000 ka badnayn si nimadu agabkana ay ugu ilaaliyaan meesha ay u iftiinto anagu halka aynu ku xaqaato $100,000 marka 300 baa ku baxa labada inaan bishi waa inuu inaan ku calaamadiya meesha oo dadku waa deegaan way iswada garanayaan way kala yaqaanaan dhulka qofka wuxuu doonayaa meel uu meesha jilicsan inuu ka qoto si nambarka loo ilaaliyo inaan ka calaamadinaya
وإن مركا إنن كاسي تدك لغو وعي قليل إنن كمران قفك بركو يمادو وحل قرية مرحون كمقعيس قردما يستران وحل قرية حالة أودين تاي وحكالو لقرية عدة كمسؤول كما هورانكا تدكين ودكتو شاركا صورة عيد كلايسك صورة هذا مركلا مقرية شارك مقعو دونا هايش لأنو مقرن يقفكا يتاريخ ديس وحل قرية قفكا تدكا ميشي يميد وقوم مهم سن إيهل كيسا تاسمحي وحكتر تيمك حبالي روب دنبا الدعية وحل قيام حبالا قارين يوح نقضان قارين نقا وحكا قبانينا مربي أودينا كبح سنانيس مركا قفكا سي تليفون كيسا لقرية ميشي ودكين هاي مركا بغل قدو فليا وحل لي حباشي عينكا يعينكا هاي دي النمبر كيدو وينتاها لبات سو قال لي أدونا كالي بالغولاني مركا إنما دي يقفكي مسؤول كاها هيا وحكا وضا قبانيا وقتكو لنتيبا لقرية حتى ديها بينمتي مستقبل كواحي نصمين دونا هرقيسين لغوغادو تدكو السبب تيو لنتان السقوة قيلية حتى حالة ديسا لقرية قفك تركوب كيبكا نصميني دين تلماتي واحي نصمين دونا شهادة الوفاة مستقبل ويوكا نكو تلترنو وردات دي دي وحيدي عن الصوين قفك إلا سييو قفك مركو لنتا مقعيسي إيا وقتك ولنتا إيا حالتي وكولنتا حتى وسارة عافماتك إيا وسارة محوها إيا رماها قدها إيا وسارة عافماتك وسارةها أي خصيصو أردن حدو أونلان بين أكو سيرين مركاتي ركوبك إني محا سوكرني وحيد انتين والا يقانا وحيد سوكرني واتن دي شهادة مركو رب الله سبيه إن الله سبيه آيه مركا بارك الله فيكم توقو مهمسني وحوية حبالها مركا لفرو إن الله بدا مقصن لسميه مقصن إنما دا سيحانيا مدنا أقبكالا ديگيا إلا شن سوري با الله سبيه نيا مد هذه فرد الله سبيه كرو ديا شواوين ويستدنا اكتدا لغا سبيه نيا ومشروع عن رمتي تضبقون ستيد كنان كبادنين مشروع عن دي شيء بارك الله فيكم أدبا وما تنتين حطوهم إذا أسكري نقوم كروا ويسكونا أكسنت وأيو لابد هابيني موي قارمان يعني يقول نوري يتمنو دلني يراو بضن أقب كميشي يالي قار قادن يقار ويكو عياري يعني بضن باكا يستين بضا إنك بضن فرتن بانو كسو حبني حبالة تروف تيد قارباين نمضي لطقالما يقوان حال دودو هكاك سنين marka inamadu imka hubay isku difaaci karaan way haystaan laana meeshu waa meel magaaladii ka fog Sultan Yusuf Maxamuud Xiire oo ka mid ah isna salaadinta dalka ayaa gudiga iyo cid kasta oo hawshan gacan ka geysatay ku bogaadiyay oo na duceeyay intii bixisay ee hawsha ka qayb qaadatay midul bixiyay mid adoon bixiyay mid juudi galiyay mid u socday mid u hadlay mid saxaafada mid walba ha ahaatee ilaahay waxaan ka waran misaaq xasanad ilaahay u soo geystay kalena xubno kale oo halkaasii ka hadlay ayaa talabixino iyo kalmadii munaasabadaasi ku habboonayd ka jeediyay isla markaana u duceeyay cid kasto hawshaasi gacan ka geysatay maal ahaan iyo farsamo ahaanba wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed ayaa isaguna gudiga hawshan qabatay uga mahadceliyay kana waramay muhiimadda arintani ay u leedahay bulshada Soomaaliland arintan xabaalaha runtii inta hadhay waxay la tahay deewu halkii uu ka wada waa halkii ku sii xijseen tabaruucaadkii waa diyaar dadku waa diyaar haday deertay in alaabaha meel ku weydiin kara jaajur bal ku weydiin kara ma hal caaw kaliya kaysiba haysi baa kala qaadaya waa wax ugu fudud ba deerku waa ka u fudud insha Allah de talada iyo muxuu hayay waayarnimada sheekhaan siirana weel ka faa'iideysan